باسم مؤسسة يوسف بي كرم بحييكم وبشكركم على وجودكم الليلة بأول عرض لمسرحية إيمك يا بطل لا بارفا دي تابت. مثل ما الكل صار بيعرف وين بيكون يوسف بي كرم بتكون المؤسسة، وين بتكون المؤسسة بيكون يوسف بي كرم. فمشان هيك كان من الطبيعي جدا على انه نحجز اول عرض لهذه المسرحيه. ونحن دائما ناشطين وداعمين لاي عمل بدوي على مسيره البطل. وقت اتصل فينا بارتا تقريبا من حوالي شي سنه وخبرنا انه موضوع المسرحيه هو يوسف بي كرم، هالشيء كثير فرحنا ونحن وضعنا نفسنا بتصرفه لتقديم اي مساعده او دعم هو بعزه لهم لانجاح هذه المسرحيه. ونحن بنتمنى له كل التوفيق والنجاح لإله وللممثلين ولفريق العمل، ونشكره على اختياره لهذا الموضوع. وبارفادي اكيد معروف بمسرحياته يلي بتركز على تاريخ لبنان والقضايا الوطنيه يلي هي كثير مهمه نضل نتذكرها، خصوصي هلا بظل الظروف الراهنه بركي لازم ناخذ عبر منها ونتعلم ما نرجع نعيد الاخطاء ذاتها. بحب الفت النظر على شغله على انه تاريخ يوسف بي كرم كثير حافل وكثير غني. مش ممكن مسرحية وحدة تختصر هذا الشيء، مثل ما رح تشوفوا بعد شوي بالمسرحية، هي بتركز على حقبة معينة من حياته، وين بيلتقي مع الخوري يوحنا حبيب، يلي هو كان بوقتها قاضي للنصارى، وهو بذات الوقت مؤسس لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، يلي بارفادي هو مدبر فيها الأبوتر، أنتم يمكن يعني بتعرفوا أكثر باسم الأبوتر. المسرحية بتركز على نزاهة القضاء وعلى الضغوطات اللي ممكن يتعرض لها. مش رح طول الحديث كتير عليكم، بس بحب أقول إنه أنا شخصياً ما كنت بقدر أتخيل افتتاح هيك مسرحية إلا بوجود الجمهور الصغيرتاوي الكبير كتير كتير على قلبكم. سوري بالإذن من الموجودين بركي اللي منهم من صغيرتها. بس على كل حال بتمنى انه جميعكم تستمتعوا بالمسرحيه على امل انه نلتقى قريبا جدا بمناسبات شبيهه بهذه المناسبه. ميرسي.